تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله ساعة عامرة بالمعلومة الصحية المفيدة. نرحب بفريق عمل البرنامج، معنا في التنسيق ميرا الخفلي، والزعتر واقف قدامي ما اشوف ميرا. ميرا صبحك الله بالخير. زين، حلو قميصك وائل، ها؟ زين. وايضا في الاخراج معانا عيسى سبيل. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي. في اعداد هذه الحلقه الزميله نور نزال، وايضا تشاركني تقديم هذه الحلقه الدكتوره الرائعه والمبدعه صاحبه الوردات البنفسجيه دكتور ندى الملا. صبحت الله بالخير. شو قصة هاي الوردة؟ أول شيء صباح الورد وصباح الجمال، صباح الأربعاء الجميل، باكر إن شاء الله بعد الخميس الونيس. هذه الوردة إحنا نعلق بطاقاتنا، الباجات مال الدوام، فأنا بغيت أسوي شيء يضيف لون لللاب كوت، فيا بالي أحط لون بنفسجي. هلا حصلته، سبحان الله اشتهرت الوردة جدا، كل حد الحين يعرف الوردة بنفسجية. يا سلام يا سلام. أذكركم بأرقام التواصل في النهاية هالبرنامج، هو برنامجكم على 600551414، والرسالة النصيحة على 4006. طرشونا اقتراحات، ملاحظات، شكاوي، اقتراح يساعد في تحسين الخدمة، رسالة شكر حبيت توجهونها، ملاحظة شفتوها في مكان عشان نحسن الخدمات. طيب، نبتدي برنامجنا بالفقرة التغذوية مع أخصائية التغذية عليا دخان، بتكلمنا عن الوجبات الخفيفة وأهميتها لمرضى السكر. صباحك الله بالخير عليا. حيا الله دكتورتنا ومحمود. حياك الله. اليوم إن شاء الله الموضوع بيكون عن الوجبات الخفيفة المناسبة لمرضى السكر. نعم. يعني هو بيكون تعقيب على الفقرات اللي صارت من يومين اللي فاتن من زميلاتي. بعد إحنا مركزين أكثر على السكر، لأن طبعا مثل ما نعرف يعني ما في بيت ما يكون في مريض سكر، فلازم نعطيهم الوقت الكافي، الشرح الكافي، والمعلومات ان شاء الله اللي تفيدهم. فاليوم التركيز بيكون على الوجبات الخفيفه اكثر، اللي هي تكون بين الوجبات الرئيسيه. حابه اتكلم عن اهميه الوجبه الخفيفه. في ناس يقول ما نشتهي مثلا، بس ناكل الغيوب ونظهر الدوام ولين نرجع على الغداء. بس المريض السكر نحن دائما نحاول نخلي مستويات السكر عنده منتظمه خلال اليوم. الوجبات الخفيفه هذه تساعد على التنظيم، يتم المستوى في الرينج او في المعدل الطبيعي بدون ما يصير عنده هبوط او ارتفاع زياده. صحيح. اهميه ثانيه بعد للوجبه الخفيفه هي تمنع الشعور الشديد بالجوع. فبالتالي الوجبة الثانية ناخذها إن كانت وجبة الغداء أو وجبة العشاء بيكون فيها نوع من التحكم بالكميات. صحيح. فهي تلعب دور بعد إن كيف نقدر نتحكم في الوجبة الرئيسية، كميات اللي في الوجبة الرئيسية. غير عن شيء، الوجبة الخفيفة المريض السكر لازم نركز على بعض العناصر. يعني تكون الوجبة الخفيفة هي غنية بالألياف، لأن الألياف يعتبر من الأشياء اللي تمنع أو تبطئ لامتصاص السكر في الدم. صحيح. فالمواد الغنية بالألياف طبعاً بتكون مثل الحبوب الكاملة، ممكن الفواكه، الخضروات، هاي كلها غنية، أو المكسرات حتى كلها تعتبر غنية بالألياف. بس لو إحنا قلنا الحين أفضل وجبة خفيفة ممكن مريض السكر يشيلها مع مثلاً الدوام أو رحلة، وتكون يعني سهلة أنه يشيلها معها ومناسبة حقه أنه تحافظ على معدل السكر. صح، أهم شيء يكون شيء سهل ويكون في نفس الوقت يعني على ذوق الشخص.
مريض السكر نحن ما نحب نعطيه أشياء ممنوعة وأشياء مسموحة ويكون ريستريكت أو يعني مقيد بشكل كبير. إذا سكره منتظم لا الاختيار، بس أفضل دائما أنصح مرضى السكر يخلون الفواكه كوجبة خفيفة. جميل. لسببين، أول واحد لأنه فيه مصدر سكر الفواكه، فهو بيعطيه الطاقة اللازمة من دون ما يرفع للسكر بشكل مبالغ. نعم. وغني بالألياف. غير عن شيء نمنع كل الفواكه من ضمن الوجبة الرئيسية، على أساس الوجبة الرئيسية فيها نشويات، مثلا إذا كان على الغداء فيها عيش أو خبز أو مكرونة، فعشان نتجنب الارتفاع الزايد ما نحط الفاكهة في الوجبة الرئيسية. فإذا خلينا أو اعتمدنا أن السناك أو الوجبة الخفيفة هي فواكه، بالطريقة نكون خذنا الفواكه كل يوم بدون ما ندخلها في الوجبة الرئيسية ويصير في عندنا لود أو ارتفاع بزيادة في الوجبة الأساسية. فالفواكه تعتبر مثال جدا ممتاز وسهل، ممكن ناخذ الفاكهة معنا الشغل، ونحاول نتجنب العصائر. يعني العصائر هي تعتبر صح لو طازجة من الفواكه معصورة، بس تفقد الألياف، فبالتالي العنصر المهم اللي هو يمنع ارتفاع السكر هذا فقدناه. بس خذنا الماء أو النكهة وبعض الفيتامينات اللي تكون موجودة في العصائر. بالضبط. وحتى العصائر كمية السكر اللي فيها المريض ما يقدر يحددها، يعني تكون فيه أكثر من الموصف به يوميا. صح. بعد نقطة حلوة أحب أني أنبه، لأن في ناس دائما يسألون السناك يعني متى آخذه، الوقت في وقت معين هو. نعم. بالعادة يعني نحاول نخليه من ساعتين لثلاث ساعات من الوجبة الرئيسية. يعني ما يكون وايد قريب من الوجبة الرئيسية ولا فترة وايد بعيدة، لأن إذا مريض السكر تم فترة طويلة خلنا نقول 5-6-7 ساعات بدون أكل، ممكن هذا يسبب له نوع من الهبوط أو يحس بتعب، يبدأ يصدع. فأفضل يكون في المنتصف، يعني بين الوجبتين، خلال 2-3 ساعات. جميل. رسالة أخيرة حابة توجهين أختي عليا؟ حابة يعني أنصح كل مرة سكر أنهم ينتبهون لأكلهم، إن كان الوجبة الرئيسية أو الوجبة الخفيفة، يكون الإنسان يعني عند الحرية أنه يختار اللي يبغيه، بس بأدراك وبكمياته صغيرة. ما يمنع نفسه وما يحرم نفسه يقول لأني مريض سكر، بس في نفس الوقت يكون اختياراته بوعي وبأدراك. والله أنت خوش أخصائية تغذية. أنا ما زعل حد. ما زعل حد، ما تمنع أحد. شوابني يحبون التمر. زيد. بعد هاي لازم ننبه عليها، 3 تمرات يعادل فاكهة. هم يزعلون يوم أقول لهم 3 تمرات. ليش يزعلون؟ يبون زيادة، يبون مفتوح، يقول لازم 7 ولا طاسة لين تخلص. فاحنا ننبههم ان 3 تمرات تعادل فاكهة، مو غلط لو ناخذها مرة في اليوم تكون بديل لفاكهة، يعني الحصة من الفواكه. جميل. اختنا عليا دخان، اخصائية التغذية السريرية او التغذية الغذائية في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه الفقرة الممتعة والمليئة بالمعلومات اللي كانت عن الوجبات الخفيفة وأهميتها لمرضى السكري. شكرا جزيلا لك. شكرا. العفو يا حياك. طيب نحن نطلع فاصل، بعد الفاصل مستمعين ما نتواصل معاكم مع العديد من الفقرات القادمة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا متواصلين معاكم هذه المرة في فقرتنا هذه، ما نتكلم عن المؤتمر الإماراتي الدولي أو الدولي لفنيي الطب النووي. معانا عبر الهاتف دكتورة بتول البلوشي، استشاري ورئيس مركز الطب النووي والتصوير الجزيئي. أنا قبل لا أدخل في تفاصيل هذا المؤتمر دكتورة، أبغى أسألك شو يعني الطب النووي والتصوير الجزيئي؟ خليني بس نعرف المستمعين عن هذا التخصص. قبل كل شيء السلام عليكم، السلام، وأشكركم وأحييكم على هذا اللقاء. بالنسبة للطب النووي التصوير الجزيئي هو فرع من الطب التشخيصي والعلاجي، وإحنا نشخص أمراض عديدة، منها أمراض الحميدة والأمراض السرطانية، ونعالج بعض الأمراض السرطانية بالمواد المشعة.
جميل. دكتورة بتول، احنا نتكلم عن المؤتمر الإماراتي الدولي لفني الطب النووي، اعطينا نبذة عن هالمؤتمر اللي بيكون بالتعاون مع مركز جابر الحمد للتصوير الجزيئي. نعم، احنا طبعا بس اعرفكم ان في قسم الطب النووي عندنا يعني طبعا شغالين معانا اطباء فنيين وفنيين في المختبرات النوويه، وعندنا فيزيائيين. فبالنسبه للفنيين هم يعني كوادر مهمه جدا في شغلنا، واحنا حبينا نسوي المؤتمر هذا الاول على مستوى الدوله والاول على مستوى دول الخليج. بالنسبة لمركز جابر للتصوير الجزيئي اسم لامع في الخليج وفي العالم، وعندنا دعم شامل من مدير عام المركز دكتور فهد معرفي، فهم أعطونا الدعم والمسؤولين معنا في الهيئة ما قصروا وسوينا هالمؤتمر، وحصلنا دعم من كل المشاركين من دول الخليج خاصة من السعودية، عمان، كويت، بحرين، هند، باكستان، يعني فوق الأمية يعني مشاركين، وإن شاء الله هذا يعني بيكون يعني بداية فعالية للفنيين. ممتاز. في الإمارات ونعم في الإمارات وفي دول الخليج إحنا نبي نكون قدوة لباقي الدول أن يهتمون بهالفئة من العاملين في المجال. ممتاز. شو أهم المواضيع اللي بتم طرحها؟ شو في ورش عمل بتكون موجودة في المؤتمر؟ هو المؤتمر عبارة عن يومين وعندنا محاضرين، يعني التوبكس اللي يعني نغطيها الحماية من الإشعاع، تقنيات الطب النووي للفنيين يعني تقنيات حديثة راح نكلم عنها، التحكم في التعرض للإشعاع للعاملين، تصوير الجزيئي، تصوير النووي، ويعني كثير من المواضيع اللي راح نغطيها إن شاء الله في هالمؤتمر. إنزين، بما أنك أنت تحدثت إنه بيكونون في متحدثين بارزين، خبرينا من هو أهم المتحدثين اللي بيكونون في المؤتمر؟ إحنا عندنا ثلاثة يعني اللي عزمناهم عن طريق الهيئة يعني كمتحدثين رسميين. معانا مدير عام مركز جابر الأحمد للتصوير الجزيئي من الكويت دكتور فهد معرفي، واستشاري في الطب النووي اسم لامع، عنده يعني مؤلفات في هالمجال. دكتور عبد الرضا إسماعيل كبار الاستشاريين في مركز جابر. وعندنا الأستاذ الجامعي من ألمانيا، هو خبير في الصيدلية الإشعائية، راح يعطينا ثلاث محاضرات عن أحدث المواد الإشعائية اللي الحين إحنا يعني بدينا نشتغل عليهم في المركز هني عندنا، ونبي هذا يعني كل دول الخليج يأخذون المشاركين معهم رسالة من عندنا بأننا إحنا مركز نقدر ندربهم ويقدرون يستفيدون من هالشيء إن شاء الله. دكتور فهد معرفي مدير عام المركز يعني ما خلى كذي الموضوع، وجاب معاه يعني وفد روحهم يعني مشاركين، منهم دكتورة حنان الدوسري هي رئيسة قسم الفيزياء الطبية في مركز جابر، دكتورة منى الهاجري هي فنية مع على مستوى الدكتوراه، هي راح تعطي بعد محاضرات، ومن المركز أنا والمسؤولة عن الفنيين راح نعطي محاضرات، وإن شاء الله الله يوفقنا. جميل. دكتورة بتول، يعني أبغي أعرف المكان والزمان اللي بيعقد فيه هذا المؤتمر، أيضا هل هي الدعوة عامة للجميع ولا هي مسألة فقط تقتصر على ناس معينين، أو في تسجيل معين عن طريق موقع إلكتروني أو شو ما كان؟ والله التواريخ هو 23 و 24 نوفمبر من الساعة 8:30 تقريبا للساعة 6، وطبعا الدعوة كانت يعني لكل الأخصائيين في المجال الطب النووي والأشعة، واللي حابين أنا حتى عندي يعني اللي مسجلين يعني في دكاترة مش في المجال بس هم حابين يعني يسمعون آخر التطورات في المجال. و وين بيكون؟ بالنسبة للفنيو فندق حياة ريجنسي كريك سايت في مدينة دبي الطبية. جميل. دكتورة بتول، الحين بتكلم معك شوي بعيد عن المؤتمر، تجربتك كطبيبة استشارية في مجال الطب النووي، للأسف هالمجال وايد ناس تخاف تدخل فيه ويمكن ما عندها خبرة كافية فيه، فخبرينا عن تجربتك وإذا تشجعين ناس تدخل هذا المجال في الطب النووي. أنا أكيد خاصة الكوادر الوطنية إحنا ما عندنا، وأنا يعني بروحي مسوية برنامج إقامة ومقدمته في الهيئة، وأتمنى يعني شبابنا وإن يعني يدخلون في هالمجال، إن
عشان احنا نقدر يعني ننقل كل المعلومات اللي عندنا للأجيال الثانية، ونشجع على مستوى الوطني انه يكون عندنا كوادر وطنية. يعني هل في مستقبل حلو اللي يتخصص في هذا المجال دكتورة؟ أكيد أكيد. ماذا شو تتوي كسروا عدة شغلات دكتورة؟ لا لا تخافون من الاسم. إحنا مجالنا وايد حلو، يعني كل يوم في شيء جديد. مثلا أنا قدمت خدمات الحين خدمتين ثلاثة، مرضانا كانوا يسافرون برا البلد لهالخدمات، خاصة مرضى السرطان. هذا شيء صعب، إن المريض يعني المرض منتشر في جسمه يروح يسافر، يعني مشاكل حقه وحق أهله. فالحمد لله يعني سوينا ثلاث خدمات جديدة بالنظائر المشعة الجديدة، ممتاز، فقدرنا نساعدهم بهالطريقة. ومجال حلو يعني في تطور مستمر في أمريكا، صحيح، في أوروبا. وأنا يعني دائما باستمرار أتابع كل المواضيع، وأي شيء فيه في العالم أنا أكيد أجيبهني. هذا هو هدفنا، وأكيد إن شاء الله نسويها. في هيئة الصحة كيف الاهتمام بهذا التخصص؟ والله يعني المسؤولين ما مقصرين، يعني أنا أي مشروع عندي، خاصة مثلا شوف مشاريع التعليمية، مشاريع الخدمات الجديدة، ما في تقصير. يعني أنا عندي دعم من الأقسام الثانية، خاصة المسالك البولية، قسم السرطان، يعني المتعاونين الزملاء والمسؤولين ما مقصرين، ما في يعني قصور من أي جهة. طيب نحن شاكرين لك دكتورة بتول البلوشي، استشاري ورئيس مركز الطب النووي والتصوير الجزيئي، في كانت تكلمنا عن المؤتمر الإماراتي الدولي لفني الطب النووي. إذا المؤتمر سوف يعقد في تاريخ 23 و 24 من شهر نوفمبر الحالي، بيكون في فندق حياة الرجنس، اللي حاب أنه يشارك من المعنيين في هذا المجال، سواء كانوا متخصصين أو حتى لهم علاقة بشكل غير مباشر أو مباشر مع هذا التخصص. شاكرين لك دكتورة. مشكور، وأشكركم وأحييكم على هذا اللقاء. شكرا لك، نهارك سعيد. طيب هني عيسى، شوف بقول لك، هذه مش مسؤوليتي أنا، هذه مسؤوليتك أنت. يقول السلام عليكم، أنا من متابعينكم، بس دايم أعاني من صوت المايك، إذا المذيع يبعد المايك شوية بيكون الصوت واضح. أخوكم خالد عبد الله. خالد فنيا اللي مسؤول عن الصوت هو المخرج وليس المذيع، زين، ويقول لي الصوت ممتاز عيسى، يقول لي ما في شيء الصوت، لكن شوف السماعات عندك في السيارة ولا يمكن فيها شيء. وصوت محمود هذه لو بعد المايك ما بتسمعونه، صوته يعني لا تشوفون، لا تقارن صوتي أنا. أصلا من آليات العمل لازم يكون فم المذيع على المايك بشكل مقرب، لأن إذا رحت هنا ما بتسمع شيء. شفت ما تسمع. حين تسمع. طيب نطلع فاصل مستمعينا. شو؟ راح نسمع الفاصل. إيه نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معكم. عندنا موضوع جميل، بنتكلم عن خدمات الطب النفسي اللي توفرها الهيئة، وعن فعالية المشي للصحة النفسية. موضوع وايد جميل وايد مهم. معنا دكتورة بتكون دكتورة سامية الخوري، استشاري الطب النفسي بمستشفى راشد. نتكلم وايد مواضيع معاها، بيكون حوار جميل، ومواضيع الصحة النفسية وايد مهمة لنا. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا، لأن الموضوع اللي بنطرحه الحين موضوع جميل، فاللي حاب يتواصل معنا عبر الهاتف دكتورة كم؟ على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 4006. واتصلوا فينا بعد كذلك اللي حاب يتداخل معنا في هذا الموضوع اللي نحن منطرق له الآن، وهو الحديث عن خدمات الطب النفسي اللي توفرها الهيئة، وعن فعالية المشي للصحة النفسية. ما نبتدي دكتورة، قبل أن ندخل في الخدمات خلينا نتكلم عن الفعالية. معنا دكتورة سامي الخوري، استشاري طب النفسي في مستشفى راشد. صبحت الله بالخير دكتورة. هلا مرحبا بكم. دكتورة خلينا نبتدي بفعالية المشي للصحة النفسية. شو هي هذه الفعالية؟ شو الهدف من هذه الفعالية؟ وين بتصير؟ كيف بتصير؟ منو يقدر يشارك؟ هل نقدر نشارك احنا فيها؟ بروح محمود بيصير. تفضل دكتور.
المشي للصحة النفسية هاي حملة نحن نسويها تزامنا مع اليوم العالمي للصحة، اليوم العالمي للصحة النفسية. نعم. اليوم العالمي للصحة النفسية عادة هو يكون في شهر العاشر من أكتوبر، ونحن الفعاليات بادينها أصلا من شهر أكتوبر. المشي للصحة النفسية بنتكلم عن الفعاليات اللي سويناها من أكتوبر، بس الحين نتكلم عن المشي للصحة النفسية اللي هو بيصادف يوم الجمعة 23/11 من ساعة 4 إلى 5 في شاطئ الطائرات الورقية اللي هو يسمونه الكايت بيتش. نعم. في جميرة. هو يوم إجازة يعني. والناس طبعا في هاليوم يطلعون، فنحن القصد من الساعة كم بيكون؟ من ساعة 4 إلى 5. 4 إلى 5. نعم. لما نحضر إن شاء الله. والدعوة هي مفتوحة للجميع، نفضل مشاركة الجميع، أكبر عدد يكون موجود. وطبعا بيكون في هناك عرض للسيايير، تقريبا 40 سيارة بتكون موجودة هناك مع يعني دراجات كلاسيك ورياضية، كلاسيك وهاي والرياضية أكثر شيء. ما شاء محمود عيال قصرت بيب سيارة، محمود عنده سيارة كلاسيك يشارك يعني فيها، يعني هم يكون موجودين. حلو. وفي دراجات نارية بعد بتمشي ويانا في هاي مع عروض من في دراجات هوائية؟ هوائية لا نارية. هوائية محمود ما يبون، يبون نارية، يبون يعني شيء في السيارة. أنا كنت أبغى الدراجة الهوائية. من وين من وين بيمشون الناس؟ في مكان محدد هناك من كايت بيج، في عندنا الموقع ماله يعني. نعم. في مسار معين. مسار معين. متفقين فيه مع الجهات. نعم مع الجهات، مع كل مكان فيه يعني محدد عليه. إذن يعني مثل كرنفال ومهرجان كبير بيصير. نعم. ما شاء الله. عليكم. مع شرطة دبي بعد بتشاركنا عن طريق الخيالة، في عروض للخيالة بيكون موجودين هناك. فالهدف طبعا من كل هذا يعني إنه يكون نحن في هاليوم يكون مثل ما قلنا إن الناس تكون برا فئات مختلفة. فئات عمرية مختلفة. صحيح. من الأطفال من الكبار. توجه، فكل حد مثلا بيشوف العرض وشو اللي جالس يستوي بيتساءل يعني شو اللي هناك، وفي اللي أنا بعد شهادة مشاركة يعني للحدث، فكل شخص يمكن يتساءل شو هذا فبيعرف، فهي كنت فرصتنا يعني أن نعرف أن يعني هاي الحملة. هي شو رسالة الحملة؟ أن تحرفون الناس بشو بالضبط؟ بالأمراض النفسية. الأمراض أن الأمراض النفسية. النفسية أن جميل. المرض النفسي مثل بقية الأمراض. نعم. ما يحتاج أن الواحد يتخوف منه. نبي نحارب وصمة العار المتعلقة بهاي الأمراض، لأن صحيح. الناس كثير أن أي حد يصير عندكم هذا مينون أو خبرون. هذا مصطلح عند الناس، مع أن هذا المصطلح مو موجود في الطب النفسي. صحيح. بس هذا لثقافة الناس يعني. هني خليني شوية بس بطلع برا على الموضوع. نعم. موضوع المسيرة دكتورة، أبغى أسأل شو هو مفهوم الصحة النفسية؟ خلينا بس نعرف الناس شو هو المفهوم الرئيسي أو الصحيح للصحة النفسية. الأسهل مفهوم عشان الناس كلها تفهم يعني، هي أن ما في صحة من غير الصحة النفسية. صحيح. إذا أنت فعلا تبغى تهتم بصحتك لازم تكون الصحة النفسية صحة متكاملة عندك. صحيح. يعني والصحة النفسية أو الأمراض النفسية مثلها مثل الأمراض الثانية العضوية، حالة عضوية، حالة صحيح. عضوية يعني ما في عليه أي تخوف، ما في بالضبط. عليه أي شيء، في علاج، في خدمات موجودة. فالناس لازم هاي الرسالة اللي أهم رسالة لازم توصل للناس يعني. دكتورة بتول، هذه الوضع إحنا نشوفه في عيادات طب الأسرة. طب الأسرة يعنى بالصحة النفسية والعضوية للإنسان. كثير من الأمراض إحنا نشوف إن أساسها أصلا نفسي. نعم. لو عالجت السبب النفسي، أنا ما روم أعالج السبب العضوي إذا السبب النفسي ما تعالج. نعم. لكن مثل ما قلتي للأسف كثير من الناس عندها تقول ما بسير عشان. أيه. ما يقول لا شو بيقولون أنا مينون رايح. نعم. على العيادة. فشو شو الرسالة اللي بنوصل للناس اليوم عن إن الصحة النفسية ما في هذا العار لها يعني، لو دخلت عيادة الصحة النفسية شيء عادي وحالة حالة طب عيادة طب الأسرة. نعم. عساس تزامن مع الكلام اللي قلتي يعني، حتى نحن حاولنا نوفر يعني خدمة تكون موجودة في العيادات المراكز الصحيه. صحيح. يعني صحيح. تجنبا لهالشيء ان هناك مثلا الشخص بيكون جاي المركز ما بينعرف انه هو جاي لاي. صح. تخصص يعني، اما بالضبط. مثلا اللي بس للقسم النفسي بينعرف انه هو بس في هالموضوع، بالرغم ان احنا ما نبغى وايد يكون هالموضوع، نبغى ان الشخص يدخل للقسم النفسي وهو مرتاح وهو جاي وانه هو هذا المرض، هاي مرض يعني ما يتعرض له كل الناس يعني، ما في حد كل واحد خالي. يعني كل واحد من بين أربعة قد يصاب بالمرض النفسي. جميل. فمعناته عادي. سامحيني بقاطعك لان باخذ بس هذه المداخله من الشيخ. نعم. عبد الله موسى، تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. والله انكم منورين نور دبي. الله يحفظ. بمعلوماتكم وما شاء الله احيانا يعني تصفون الدواء بدون ما نذهب الى العيادات او الامراض. شكرا لك. تفضل طال عمرك. لكن مداخلتي خطيره جدا جدا جدا. لا تخافون. بس أنا الحين توني طالع عندي قضية، أنتوا عارفين أنا يعني في قسم الخبراء العلاقات الزوجية في محاكم دبي. والله طلعت الآن وأنا يعني حزين وقلبي متقطع. والله يعني جتني زوجة مصابة بمرض الهربس.
من عن طريق زوجها. انتوا عارفين انه نوعين، نوع يا عن الشفايف او عضات تناسليه. للاسف الشديد انا اللي ابغى اتكلم فيه ان الفحص الطبي ما قبل الزواج ما تظهر هذه النتائج. يا اخواني ترى هاي مساله خطيره جدا، يعني قامت تنتشر، احنا نشوفها الان. هاي الاخت متالمه، قلت لها يا اختي لا تيئسين، الله هو الشافي. قالت يا شيخ ما له علاج. قلت والله الله يشفيك، ما عليك، عليك بالدعاء. لكن انا الحين الشاهد من كلامي يا جماعه، خلونا نلحق المجتمع. ترى الشباب اللي تهور ويروح بالفحشاء ويروح بالمنكر، هذا راح ينقل الامراض للمجتمع. الان تقول يا شيخ انا ولدي ما اقدر اخليه قبله لانه عند النوع الاول اللي فوق. نعم. وهذا ينقل، انت اعلم ادرى عني بهذا المرض. طيب يا جماعه، نحن الان مثل وجدنا حل لبعض الامراض اللي تنتشر عن طريق الزواج، اللي امراض الدم. هذا الحمد لله تمت السيطرة عليه بشكل يعنيها الحمد لله بالنسبي. لكن هذا المرض اللي الآن ما يفحصونه صندوق الزواج، وأنا رفعت الأمر إن شاء الله للوزيرة، إن شاء الله راح يعني بدأت فيها بإذن الله. لكن المفروض الآن يعني جهة الاختصاص أنهم يشوفون حل، يعني يقفون هذه المأساة اللي تنتشر. هذه شو ما لها ذنب. صحيح. يعني ما لها ذنب المرأة هذه. حتى قال يا شيخ كيف أنا؟ قلت يا أخي هذه مرأة شريفة عفيفة طاهرة راحت تعمل علاقات فسكت. قلت يا أخي فكر بالعقل، يعني هذه الآن انتهت حياتها، لا زواج ولا غيره، ولا أنت تستطيع أن تتزوج. طيب نحن الآن يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج كما يقولون. صحيح. الآن فنبغى جهة بس يعني، أو يعني أنهم يجبرون المتزوجين على هذا الفحص. والله يا شيخ لو أقول لك نحن القصص اللي تينا، يعني أنت فتحت باب كبير، يعني ممكن نتكلم عن حلقة كاملة في هذا الموضوع. أنا أوعدك أنه وأبغي الشيخ يكون معانا في هذه الحلقة إذا كان متوفر وقته، يعني بالنسبة لنا. إنزين، أنت فتحت باب عظيم دكتور، لأن هذا موضوع يعني بتدخل فيه تشعبات كثيرة. للأسف أن أحيانا يعرفون الطرفين يعرفون دكتور بالأمراض المتوقعة والأمراض اللي موجودة، وحتى يعني توصل لنقص المناعة المكتسبة. لا يعني تعرف يصرون على الموضوع أنهم صحيح. عموما دكتور نحن شاكرين لك هذه المداخلة وشاكرين لك هذه في نقطة بس أضيفها على كلامك. تفضل. أن جزاهم الله خير المحكمة يوم تشوفون أن في مرض، يعني المرض اللي كان 50-50 وقد يعني يصاب الابن، يمنعون الزواج، وهذا موجود عندنا في المحكمة. جميل. إذا صار هذا الفحص حتى لو هم راضي، هي راضية، القاضي ما يرضى، الدولة ما تزوجهم. أحسنت، هذا اللي نحن نبغي، ونبغي قوانين بعد كذلك تشريعات تكون قوية في هذا المجال. شاكرين لك دكتور، شكرا جزيلا. شكرا لك شيخ عبدالله. طيب. شكرا. يمكن الشيخ طرق شوي لموضوع آخر دكتورة، بس بعد لو ما نربطه بشكل أو بآخر له علاقة بالصحة النفسية بعد كذلك. ولكن نرجع لمسيرتنا دكتورة، أنا قاطعتك في المسيرة، شعبنا في مواضيع أخرى. المسيرة بتكون في الكايت بيتش الساعة 4-5 يوم الجمعة، كرنفال كبير بالمشاركة مع العديد من الجهات. في شيء تبغين تضيفينه عن المسيرة بعد؟ لا، هاي بالنسبة للمسيرة، وهاي مثل ما قلت تكملة للفعاليات اللي احنا كنا اوريدي بادينها في شهر 10. يعني احنا صرنا تشترك، يعني تي على طول تشترك ولا لازم تعبي طبعا في احنا طرشنا يعني الاعلان ان في تسجيل مسبق، وبعد الناس اللي موجودين هناك في نفس على المكان بعد عادي، يعني ما في اي مشكلة. ممتاز. جميل. طيب الحين يعني ابرز الرسائل التوعوية اللي تبغون تنشرونها من خلال هذه الفعالية دكتورة، بالإضافة إلى تعريفهم بالصحة النفسية وأهميتها، شو اللي تبون تقولون للناس؟ ممكن نعيدها، يعني مثل ما قلنا، يعني أن الصحة النفسية ما في صحة من غير الصحة النفسية، ونبي نحارب وصمة العائلة اللي هي دائما متعلقة بالأمراض النفسية، وأن المرض النفسي مثل بقية الأمراض، وأن في خدمات متوفرة، لأن في حتى ناس ما تعرف أن في خدمات نفسية متوفرة، يعني أن في خدمات موجودة والعلاج موجود، وهاي أهم النقاط اللي نحن نبغى نوصلها للجمهور. نقطة العلاج دكتورة بتقول دائما الناس تخاف من الطب النفسي، يقول لك ما بيعطوني حبوب تهلوس وشي. نعم. فلو نمر مرور سريع على شو أنواع العلاجات اللي أصلا موجودة، مو كل عبارة عن حبوب. نعم، نحن عندنا طبعا العلاج الدوائي الكيميائي يعني، وعندنا علاج النفسي اللي هو من غير دواء. صحيح. العلاج الدوائي طبعا
لأنه هو مرض، ومرض فيه عبارة عن مواد نازلة في الدماغ يحتاج عليها الشخص، لازم يأخذ عليه الدواء. وفي مع الدواء ممكن نحن نلجأ إلى العلاج النفسي، أو في بعض الأحيان نلجأ إلى العلاج النفسي من غير الدوائي. العلاج النفسي اللي هو مثلا عبارة عن اختبارات وتقييمات واستشارات نفسية فردية أو زوجية أو أسرية، يعني فعلى حسب تقييم الحالة شخصها الطبيب. صحيح. ونلجأ إلى أي حبوب، إلى أي نوع من العلاج. نعم. والأدوية الموجودة هي أدوية لا هي مدمنة ولا هي مخدرات ولا أي شيء، لأن مفهوم الناس بهالموضوع هي عبارة عن أدوية علاجية بالفعل الشخص يأخذها ويستجيب لها ويتعالج. جميل. دكتورة سامي، بعد في نقطة دائما مرضى يونا إياها، إنه يعني خصوصية المتعامل، خصوصا إنه مثل ما قلت الطب النفسي شوي له خصوصية. نعم. خاصة. يعني كيف له خصوصية خاصة؟ يعني الناس دائما تخاف إن تصير إن حد مثلا يعرف إنه هو راح العيادة. نعم. هني. نعم. أو يبين في ملفه أو حد يكتشف. نعم. الحفاظ على خصوصية المتعامل، عشان يعني لأن تخصص شوية خاص. نعم. فشو الأشياء اللي تسوونها عشان تحرصونه مثلاً المعلومة إنه هو يكون. نعم. معلومات يعني خصوصية ما حيطلع عليها. نعم. طبعاً نحن في السابق الملفات النفسية كانت ملفات خاصة، بمعنى إن ما تكون موجودة في القسم في الأرشيف عنا. نعم. ما يكون موجود في أي مب ملف واحد يروح على كل الأقسام. نعم. ملفات منعزلة. نعم. غير يعني منفصلة. وحالياً طبعاً مع وجود نظام سلامة. صح إن إحنا لازم علينا نكتب في الهاي، بس يكون في طريقة في سلامة. نعم. نقدر نسوي عليه مثلاً كليك. صح. إن الشخص المخول فقط هو يقدر إنه يشوف. ممتاز. إحنا ما نقدر نشوف كل البيانات. نعم. صح. كل البيانات. يعني. هذه مسألة وايد مهمة دكتورة، لأن لا أعرف حتى أحياناً ما أدري صح حيل المعلومة. نعم. هذه إذا كانت صح ولا غلط، إذا أنا رحت عند طبيب نفسي يتسجل عندي في الملف، يتسجل عندي في كذا، ممكن أن يأثر علي بشكل أو بآخر إذا في يوم من الأيام قدمت على وظيفة أو على شيء معين. هذه حتى للزواج يخافون دائما مسؤول. أه؟ من يوم يتزوجون يقول لك عشان تي أبتعد عنكم أسلم لي. نعم. يفكر شيء للمريض أني أنا أبتعد. صح. عنكم أسلم لي. نعم. فهل هذه المسألة لازم نشوف لها حل. نعم. هاي الطريقة، عشان كنا احنا قلنا انه هو في عبارة عن شيء خاص يعني. صح. ما حد يطلع عليه. بالضبط. حتى بالنسبة للتقارير يعني التقارير النفسية مو مسموح فيه ان اي حد يطلب على اي حد الا الشخص نفسه. ما اقدر نشوف كل التقارير النفسية. نعم. خصوصية المتعامل جدا جدا محافظين عليها في هالنقطة. نعم. زين. نعم. انا هذه مسألة وايد مهمة دكتورة، ابغي يعني اذا تسمحوا لنا في قسمكم الموقر دكتورة، انا ممكن اخصص حلقة اسبوعيا. نعم. تكونون انتم موجودين معانا على موضوع معين من المواضيع النفسية اللي ممكن نحن نطرحها للمستمعين ونفتح الحوار لهم. نعم. حتى كذلك ممكن نستقبل بعض في وايد مواضيع، في الاكتئاب، في امراض كثيرة. الاكتئاب روح انواع بعد. ايه. لو كل حلقة يبالها نوع. فما ادري اذا وقتكم يسمح لكم وعندكم بعض المواضيع، خلونا نبتدي معاكم. نعم. في هذا البرنامج عملية التوعية بالصحة النفسية واهمية الصحة النفسية في علاج الكثير من الأمراض اللي موجودة عندك، وأيضا تغيير هذا المفهوم عند الناس. يا جماعة الخير، ترى كلنا نمر بأزمات نفسية. صح. كلنا نمر. نعم. بلحظات ممكن الواحد ينكسر فيها. نعم. ممكن. صح. الواحد يحس بألم. وأحيانا تعرفين دكتورة الواحد يوصل مرحلة ممكن هذا الألم يتحول إلى ألم عضوي. نعم. بالضبط. صح. نعم. أو ممكن يحفز المريض أنه يفكر في أفكار أصلاً خاطئة من. نعم. شيء من موقف مر فيه. فهذا دور الطب النفسي. نعم. أن يساعدونك تكتشف هالأشياء اللي موجودة داخلك اللي ممكن أنت ما تقدر تقولها لطبيب الأسرة. صح. ما تقدر تقولها لأخو لأم لأي حد. نعم. وطبيب الصحة النفسية هو الأقدر أنه يساعدك في هالشيء. نعم. نعم. ردا على سؤالك، نحن بالعكس ما عندنا اي مانع في هالموضوع، لان نحن اصلا هدفنا من كل هالحملات على هالكل السنين اللي ياسين نسويها نوصل المعلومه للمجتمع. جميل. فبالعكس هذا مجال والله تشرفونا. بالعكس انتم تساهمون يعني. في توعيه المجتمع. نعم. هني دكتوره، شو هي العوامل اللي المهمه اللي ممكن تاثر على حياه وسلوك الافراد وصحتهم النفسيه؟ حد يقول البيت وحد يقول العمل. نعم. من هو أكثر؟ هو البيت والعمل. شو المشترك ما بينهم؟ اللي هو الضغط. نعم. اللي هو الاسترس يعني. صح. سواء كان بيت سواء كان عمل سواء كان أي مكان يعني. صح. ومعناته يعني الضغط هو المهم، هو كيف الشخص يتكيف مع هذا الضغط. صح. سيتكيف معه يعني. كل حد معرض أنه يتعرض لأي ضغط سواء كان في أي مكان يعني، بس اللي هو في طرق اللي هو يسمونه كوبينج استراتيجي يعني كيف. نعم. أنت تتكيف تأقلم أو تكيف مع هذا الوضع يعني. بالضبط.
لأن إذا أنت خليته شيء وخذيت بعدين استجابتك أو فكرك لهذا الموضوع إذا خليته بطريقة سلبية أفكارك كلها بتكون سلبية وما بتطلع بنتيجة صحيح. يعني فكيف التكيف مع هذا الوضع لأنه يعني وضع يعني قائم فأنت لازم تتكيف وياه صحيح. وتطلع منه كل ما الواحد خفف من الضغط عليه بطريقة إيجابية كل ما تسهل عليه أنه يقدر يتعامل مع الأمور بطريقة صحية يعني. شو الواحد يسوي عشان يخفف الضغط؟ يلعب رياضة مثلا؟ الرياضة أصلا تخفف الضغط بعد من نوع من الأمور صحيح. شو بعد ممكن يسوي؟ بعد مثل ما قلت يعني هي يعتمد على حسب الشخصية يعني شخصيته كيف يعني في شخصيات تكون حساسة يعني على أقل على أقل هذين مزعجين دكتور طبعا مزعجين يعني متعبين هم وايد حق نفسه يعني هو يكون متعب لنفسه يعني أي شيء يتحرى للحواليه بعد يتحسسون يعني هو لنفسه يعني يتحرى أن أي شيء يقصدون فيه هو يعني أو هاي فيعني في ممكن مفاهيم خاطئة عند الشخص مثل يعني مثل شو في عندنا نحن في مجتمع الشباب ممكن واحد يطوف علينا تعطيه على راسه زين عادي عنده يضحك زين ويجي واحد تقول على راس المسكين سوالف شباب عرفتي زين ويجي واحد تقول لي يا اخي انت ما تفهم وي عاد تقول شو سويت بنت زعلان تعال الله يخليك يهديك يرضيك ما اقصد هذا بعد يعتمد على ثقافه المجتمع صحيح في ناس تقبل هالشيء في ثقافه ما تتقبل يعني ودائما نقول المزح هو عباره عن تكون مزحه الى حد ما الشخص الثاني يتقبله اكثر من شيء اذا ما تقبله ما تتحول مزحه صحيح بالضبط طيب هذا الحساسين شو بعد هاي اكثر شيء يعني بالنسبه للضغط يعني كل العوامل تكون فيها الضغط يعني الأهم شيء دكتورة ذكرت نقطة مهمة أن الواحد يكون متوافق ذاتيا مع نفسه قادر أن يتعامل مع هذه الضغوط بشكل جيد ودائما نحن شو نقول دكتورة الواحد ما يملك يغير الناس ما تملك تغير أي حد لكن أنت تملك أنك تتغير من نفسك صح دائما قراراتك هي اللي قرارك انت كيف تتعامل مع الشخص او مع الموقف او مع المكان هذا قرار ذاتي انت تاخذه وتحكم عليه باقي تصرفاتك بس صحيح. ما في حد يقول والله انا دائما معصب او دائما زعلان او عشان والله فلان في الدوام سوى شيء او الموقف الفلاني صار شيء قرارات شخصيه احنا ناخذها وفي ممكن الناس مثلا تعرف انه في غلط في نفسه بس هو بعد مو مدرك صح او ما صح يعرف عشان كذي يطلع اهميه الاستشاره صح الطبيه صح والنفسيه صح يعني صح انتم بعد تسوون تنويم مغناطيسي تخلون الواحد يقول كل شيء التنويم المغناطيسي فعلا يخلي الانسان يقول كل شيء نحن ما يعني هذا يعني تخصص قديم يعني وما يستخدم يعني ما قبل الافلام شيء يحطونه دكتور يقول كل شيء واسراره ورقم بطاقه الافلام المشكله الافلام هي اللي شويه يعني خذت الصوره الخاطئه للطب النفسي صح يوم يطلع حسين وهو في آخر حلقة في درب الزلك شو تشستوا ودائما طيب النفسي شكتي شعره منكوش أيوة يعني أهمية الإعلام يمكن يودي صورة السلبية أو صورة الصحيحة ونحن يعني. من خلال هذا البرنامج بنحاول قدر الإمكان مستمعين أن نعطيكم الصورة الحقيقية لهذا العلم صحيح. هذا علم مو شيء بسيط الواحد يتكلم وعلم يأثر على صحتك يأثر على حياتك حياتك كلها تتغير زين ممكن تكون ناجح في حياتك عموما نحن تقريبا انتهى وقت البرنامج عندنا بس دكتورة نذكر مرة أخرى بفعالية يوم الصحة النفسية المشي للصحة النفسية خلينا نذكر مرة ثانية بالمعلومات للناس اللي انضموا لنا حاليا تفضل دكتورة الفعالية هي عبارة اسمها المشي للصحة النفسية اللي بيكون في يوم الجمعة بتاريخ 23/11 من الساعة 4 إلى الساعة 5 في الكايد فيتش في جميرة وهي مفتوحة للجمهور لكافة الناس وفي شهادة مشاركة للجميع يعني ممتاز جميل شكرا لك دكتورة سامية الخوري استشاري الطب النفسي في مستشفى راشد شاكرين لك تواجدك سعدتينا جدا الله شكرا شكرا لك ميرا الخفلي كانت معنا في التنسيق كل الشكر لي زميلتنا نور نزال على إعداد هذه الحلقة الشكر كذلك موصول لمخرجنا المبدع عيسى سبيل دكتورة يوم الجمعة تسيرين ها إن شاء الله لا أنت محتاجة صحة نفسية ترى أنت لازم تسير أنت عندك سيكل أنا إن شاء الله بحاول قدر الإمكان أن أكون موجود في هذه الفعالية هذه الدعوة أيضا مفتوحة لكم مستمعين نتمنى أنكم تشاركون في هذه الفعالية فعالية جميلة حتى خذوا عيالكم خذوا ناس أهلكم حواليكم كل الناس خذوا إخوانكم ناخذ أيوب ناخذ كل حد إخوانك عيال إخوانك كلكم سيروا هناك وأي حد لابس فانيلة تقولين فوطة ما ناخذها
زين عوه نطلع يعني ليه باكر ما نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.